بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله والصلاة والسلام على من رسول الله وآله وصحبه ومن أحبته في الله. السلام عليكم. هذه الآية المباركة توضح سحر التخيل، يعني سحر التخيل وقوته، وكما أثر به السحر على نبي الله موسى حتى خيل إليه أن عصيهم تسعى، ولو أنها ليست كذلك. ثم في آية أخرى يعني سحروا به أعين الناس كلهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني سحر التخيل هو قوي، يخيل إليك أن طريقا مسدودا فهو غير ذلك، ويخيل إليك أن هناك يعني أنت مريض وأنت غير ذلك، ويخيل إليك أنك تذهب إلى مكان معين وأنت لا تذهب، ويخيل إليك أن مثلا هناك وحوش أو هناك عقارب أو هناك ثعابين أو هناك أشياء وهي غير موجودة، فقط أنك يخيل إليك بسبب سحر التخيل. فإن كان سحر التخيل في جهة معينة فعلاجه بسواطها تكون قد قمت برياضة سواطها مع شروطها كما ذكرنا في الدرس الماضي، وتقوم بالتقاط 7 حصوات من الأرض وتتلو سواطها، وإذا وصلت إلى موسى ترمي يعني حجر إلى جهة السحر حتى تصل إلى موسى 7 مرات أو يعني موسى 7 المذكور في سواطها. هكذا يبطل أي سحر تخيل. ولو كان الشخص هناك يقوم بألعاب سحرية فيها سحر تخيل ترمي إليه هذه الأحجار فيبطل سحره، أو الجهة التي يخير إليك أنها فيها سحر فيبطل هذا السحر، والمعالجون فهم يجدون طريقة علاج هذا السحر بهذه الطريقة، يعني سواطها والرياضة، وتكون حافظ سواطها وترمي الأحجار 7 إلى جهة يعني سحر التخيل، ومراعاة ذكر اسم الله على كل حجر تحمله لكي تقوم بهذه العملية. هذا كل شيء عن إبطال سحر التخيل. السلام عليكم.